قال المؤلف رحمه الله: وضد أصل ثانيا ليلا قلب. مرحبا. وضد لأصل ثانيا ليلا قلب فقيمة صير قوهمة تصب. المصغر إذا كان ثانيه حرف لين انقلب إلى غيره فليعد إلى أصله، ويدخل في ذلك ستة أشياء: ألف منقلب عن واو فتقلب إلى أصلها فتقول في تصريف باب بويب، واو منقلب عن ياء تعاد إلى أصلها تقول في موقن مويق، أصل واو في موقن ياء انقلبت واوا لانضمام ما قبلها وبعدها عن الطرف صارت موقن. رددت الألفة الألفة واو فقلت بويب، وكذا تقول في قيمة واو انقلبت ياء تقول فيها قويمة. هذان اثنان، ألف منقلب عن واو يعاد الواو، ياء منقلب عن واو تعاد الواو. كيف نعرف الأصل؟ موقن؟ لا شيخ، كيف نعرف الأصل؟ أصل مثال ذلك موقن، أصلها من اليقين، يقين ياء. باب يعرف بالتكسير وبالتصغير، الفعل يعرف بإسناده إلى تاء الفاعل فتقول في دعا دعوت يظهر لنا الألف واو، وتقول في بنى بنيت يظهر لنا الألف منقلبة عن ياء. كذلك ألف منقلبة عن ياء تعاد إلى أصلها كناب يقال نويب، واو منقلبة عن ياء تعاد إلى أصلها كموسر يقال مييسر، ياء منقلبة عن همزة نحو ذيب يقال فيها ذؤيب. حرف صحيح مثال ذلك دينار قيراط، أصله دينار قراط، الياء منقلبة عن حرف صحيح وهو النون في دينار، أصلها دينار بنونين، قراطها قراط براءين، تقول فيها قراري قريريط دونينير. هذا ما قاله. فإن كان ليس لينا لم يكن الثاني لينا فإنه لا يعد لأصله. مثال ذلك متعد، متعد أصلها موتعد من الوعد، من الوعد، وفاء الافتعال تبدل، تبدل تاء إذا كانت الفاء ياء واو. وسوف يأتيك ذلني فاتا في افتعال نبدل وشذ في ذي الهمز نحو تكلا. متعد أصله موتعد واو وتاء، قلبنا واو وتاء وضربنا التاء لا يعاد لأصله لأنه ليس لينا بل هو تاء. تقول متعد بحذف الثانية التي هي تاء الافتعال وإبقاء الأولى وهي فاء الافتعال التي انقلبت تاء تبقى على أصلها. قال يستثنى من ذلك همزة تلي همزة فإنها لا تعاد لأصلها. مثال ذلك آدم، أصله أأدم، الهمزة هنا لا تعاد لأصلها بل تقول فيها أويدم. عندي قاعدة، إذا انفتحت الهمزة بعد همزة مضمومة تقلب واوا، إذا انفتحت الهمزة بعد همزة مفتوحة تقلب واوا كأوادم وأويدم. مرحبا. وكذلك أئمة، أئمة أصلها أئمة يقال فيها أئمة في اللغة الفصحى أئمة، إذا صغرت تقول أئمة، وفيها توالي ساكنين على حده، يجوز في العربية أن يتوالى ساكنا على حده. ما حده؟ أن يكون الأول لينا والثاني مدغما، لا تتبعان، توالى ساكنان على حده الأول لين والثاني مدغم. والحظ أنا قريب وضد لأصل ثانيا لين قريب فقيمة صير قويمة تصل أخرى. شذ في عيد 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 ثاني لين، الأصل أن يقال أن يعاد إلى أصله وهو الواو، عيد أصله واو من عاد يعود، لكن عرض كسر ما قبل الواو فقلبت ياء قاعدة، فقلنا في عيد الأصل أن يقال في عويد، لكن قالوا خشية أن يلتبس تصيره بتصير عود من الخشب فقالوا في عويد لم يعيدوا إلى أصله. وشذ في عيد عويد وحتم للجمع من زمان تصغير علم، رجع إلى الجمع بين التصغير والتكسير، قال يجعل التكسير كالتصغير في هذا كله، فنرجع إلى أولها فتقول في باب تاء
تصغيرا بويب، وفي التكسير أبواب، وتقول في قيمة قويمة، وتقول في تكسيرها جعلت على أفعال تقول أقوام إن كان قد سمعنا، وتقول في تصغير ناب نويب، وتقول في تكسيرها أنياب، وتقول في ذيب ذيب ذؤيب، وتقول في التكسير ذئاب، وتقول في دينار دنينير، وفي التكسير دنانير، وفي قراط قريريط، وفي التكسير قراريط. أنا قوله وحتم للجمع من ذا ما ذي تصير علم، كذلك في عيد عيد قلت فيها عيد شذي فيها عيد، وفي التكسير تقول أعياد. واضح؟ إذا صغرت ما ثاني ألف زائدة أو مجهولة الأصل اقلبها واو، فتقول في صاحبة صويحبة صويحبة، وكذلك في التكسير تقول صواحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا صواحب يوسف عليه السلام، وكذلك المجهول الأصل كعاج عاج المعروف عاج، يقال في عويد صاب نوع من الشجر تقول في صويب، هذا ليس له أصل يعاد إليه لأنه ليس له مادة اشتقاقية يعاد إليها. أما قوله والألف الثاني المزيد يجعل وهو كلام الأصل فيه يجعل أقرأ. الساقط منه حرف وبقي منه حرفان، فإنك عند التصغير تضطر لإعادة المفقود، لأن المصغرة لا بد أن يكون على ثلاثة، شخص حرف يضم من يضم أولا وثاني يفتح وياء تصغير وحرف إعراب، فتقول ويا كان ويا كان على حرفين والثالث تاء لا يعتد به بل يعاد به المفقود، فتقول في فتقول في في حر حر أصله حرح، ساقطة لامه تقول حريح بإعادة اللام، وتقول في مل مسمى به والأصل منذ تعيد له العين تقول منيل، وتقول في عدة صفة وصيفة بإعادة الفاء، وتقول في من اسمه خل خل تعيد له الهمزة تقول أخير، وتقول في من اسمه كل وكيل بإعادة الفمزة فاء الكلمة، فهمت؟ فإن كان له ثالث آخر سقط بعضه ولكن له ثالث آخر لا يعتد لا يعاد المفقود منهم، مثل ذلك هار على شفا جرف هار، وتقول رجل شاك سلاحه شصه شائك وهائر، لسنا بحاجة إلى المفقود، عندنا ثلاث أحرف حرف يضم وحرف يفتح وحرف يعرب بعد ذلك تصغير، فنقول في هار هوير، وفي شاك شويك، وفي ميت ميت أصله فيل أصله ميت فيعل، أسقطنا عينه فقلنا ميت، ولين لين أصله لين أصله وزنه فيل بارك الله فيك، هذا فتقول فيه ميت مويت، لسنا بحاجة إلى العين المفقودة. أنا قوله ولا وماذا قال كمل المنقوصة في التصغير ما لم يحوى غير التاء ثالثا كما قال، كذلك تركه الذي سقطت لامه وعوض عن همزة وصل لم يذكره، ولكن قواعد عربية تجعلك تفهمه دون أن يذكره لك، المصدر بهمزة وصل عوض عن لام الكلمة كاسم اسم اسم وابن تقول فيه بني وسمي، لا بد من إعادة المحذوف لأن المصغر يضم أوله، فإن ضم أوله سقطت همزة الوصل فصار مما حذفت لامه، لا بد أن تعاد، تقول فيه بني والأصل بني، اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فتقلب الواو والياء وتضم فيها، وسوف يأتيك إن شاء الله من واو أو ياء بيته يسكن السابق من واو ويا واتصل ومن عروض عليا فيأني الواو اقلبن مظلما وشذ معطى غير ما قد رسم الى اخره. قال رحمه الله ماذا قال؟ وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحو غير التاء ثالثا كما قال ما اذا قصد به الماء المشروب
فتصيره مويه وهو تمثيل صحيح. ما أصله موه موه بدليل تصير على مويه وجمعه على أمواه. وقالوا مياه مياه ما هي مياه؟ مياه أصلها مواه كروب ورياض وحوض وحياض وسوط وسياط. الواو سبقتها كسرة وبعدها ألف فساعدتها عليها الألف يحامي مع الياء فقلبها ياء فصارت سياط وحياض ومياه. مياه الواو سبقتها كسرة وبعدها ألف قلبتها ياء فصارت مياه وصوى مواه. إذا قال ما الماء المشروب فهو تمثيل صحيح. ويقصد فيه الثنائي وضعا مثل ما الاستفهامية وما التعجبية وما النافية هذا يعاد إليه حرف آخر تأتي بحرف آخر تضاعفه تقول في ما تأتي بألف أخرى وللف إذا ضيفت سارت همزة تقول موي بهمزة أرهب. الثنائي وضعا إذا صغرته فإن كان ثاني حرف لين ضاعفته فتقول في من اسمه لو ثانيه واو ضعيفة تقول لو ثم تقول لوي. ومن اسمه كي ضعيفة تقول كي ثم تقول كوي كما تصغر حي على حوي. فإن كان ثانيه ألفا الألف يا ضعيفة سارت همزة أظهر فتقول في ما ما الاستفهامية تقول ما بهمزة تديان. ثم تقول موي أظهر أنا قوله وضد لأصل ذا ماذا قال؟ هناك ما يعرف في العربية بتصغير الترخيم أن تعمد إلى الكلمة فتحذف زوائدها وتصغر الأصول. من اسمه عصفور من اسمه عصفور الواو زائدة كأنه عصفر كبرذن تقول عصيفر. من اسمه حمدان وصول الكلمة الحاء والميم والدال تقول حميد. من اسمه أزهر وصول الكلمة الزاي والهاء والراء تقول زهيل وهي كثير في لغة العرب. مرحبا أنا قوله من اسمها سعاد الألف زائدة تقول سعيدة تأتي بالتالي من عندك. من اسمها غلابي الألف زائدة تقول غليبة. أنا قوله ومن بترخي من يصغر اكتفى بالأصل كالعطيفي يعني المعطفة أخرى. المؤنث العالي من التاء واختم بذات تانيث ما صغرت من المؤنث عالم من التاء في الحال أبوي عالم من التاء ثلاثي في الأصل ثلاثي في الحال أو في الأصل أو في المآل جعل له التاء الحق به التاء فتقول في تصير أرض وريضة هذا خالي من التاء وهو ثلاثي في الحال. يد خالية من التاء وهي ثلاثي في الأصل لأن أصلها يدي فتقول يدية. إذا قلنا من مؤنث عالم من التاء ثلاثي في الحال أو في الأصل أو في المآل. والمآل نوعان ما كان رباعيا بمدة قبل آخره كسماء سماء وعشاء. لو صغرت سماء سوف تقول سمي بثلاث ياءات سمي. الياء الأولى ياء التصغير والثانية المدة التي كانت قبل الآخر والثالثة لام الكلمة. لا بد أن تحذف إحداهما الأخيرتين لأن المقرر في العربية أن لا يجتمع ثلاث ياءات بعد عين الكلمة التصغير لا يجتمع. إذا صغرت علي تقول علي حذفت إحدى الياءين. إذا صغرت عدي تقول عدي حذفت إحدى الياءات. لكن تجتمع ثلاث ياءات بعد الفاء لا حرج في ذلك مثل مهيم مهيم ثلاث ياءات يا مشددة ويا مد يا مشددة انت. وكذلك حي تقول في حيي اجتمعت ثلاث ياءات لكن بعد الفاء فهمت. فتقول في سماء لو صغرته تقول سمي بثلاث ياءات تحذف احداها صار ثلاثية في المآل آل امره لا صدى تضع التاء تقول سمية. وكلنا نسمي بناتنا سمية وبعضنا لا يعرف السر في ذلك هي سلام صغرى. وضح عشاء لو صغرته تقول عشي بثلاث ياءات الأولى تصيل
والثانية المنقلبة عن الألف والثالثة لام الكلمة تحذف إحدى الياءين الأخيرتين صار ثلاثيا. لا لو تقول هشية إذن عارل ثلاثي في الحال كارت وسن تقول سنينة وأذن أذينة وعين عينة في الحال هو ثلاثي ثلاثي في الحال أو في الأصل كيد أو في المعال آل أمره بموجب أعمال تصريفية لا صار ثلاثيا بحذف بعضه. كذلك سعاد سعاد صغرتها تصير تلخيم آل أمرها إلى ثلاثة أصل كلمة السين والعين والدال قلت سعيد والحرف ثلاثة سعيدة آل كانت رباعية لكن آل أمرها إلى أن صارت ثلاثية ولا أخذتها. والحرف أنا أقوله هذا ما أقوله واختم بذا التانيث لما صغرت من مؤنث عارين ثلاثي كسن سن تقول سننة ما لم يكن بالتالي وراد لبسي كشجر وبقر وخمسي إلا إذا ألبس إذا قال لك صغر صغر شجر شجر مؤنث لا تقول شجيرة يظن أنك تصغر شجرة شجرة وكذلك بقرة لو قيل لك صغر بقر لا تقول بقيرة يظن أنك تصغر بقرة فالأحسن في هذا أن تحذف التاء. أنا أقوله ما لم يكن بالتاء وراء لبسه كشجر وبقر وخمسي خمس إذا كان المعدود إناثا لو قلت خميسة يظن أنك تعد مذكرا مر بك ثلاثة بالتاء يقل العشرة في عد ما أحدهم مذكر أخر. البقر بالذات سمع فيه التذكير والتأنيث الغنم مذكر تقول عندي غنم كثير البقر سمع تذكيره سمع بكلام العرب سمع إن البقرة تشابه مذكر لكن قل هي تشابهت فالبقر في الوجهان. ما لم أسمعك لم أسمعك أه؟ وشذا تأكل دون لبس درع وحرب لا لبس فيها وما ذلك صغر وحرب قال حريب ودرع قال دريع وفرس قال فريس وشذا تأكل دون لبس لا لبس فيها وندر لحاق تافي ما ثلاثي ينكثر وقالوا في وراء تصير وراء قالوا فيه وريئة وراء الواو والراء والألف والهمزة ليس ثلاثيا وما ذلك حقه وقالوا في قدام قديمة وقالوا وريئة أنا قولي وشذا تأكل دون لبس محر وندر لحاق تا في ما ثلاثيا كثر اقرأ ولا ما عرف وروعي منها تاوتي. التصغير خاص بالأسماء المتمكنة الضمائر وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط لا تصغر لأنها غير متمكنة والقاعدة لا تصغر الأسماء الموصولة ولا أسماء الإشارة لأنها أسماء غير متمكنة لكن تشبه الأسماء المتمكنة تنعت وتنعت تصف وتوصف تؤنث تذكر تثنى تجمع فيها كثير من شبه الأسماء ولذلك صغروها وجعلوا تصغيرها على طريقة خاصة التزموا فتح أولها وعوضوا من ضمه ألفا قبل آخره فقالوا في ذا ذيا وفي ذان ذيان رفعا وذيين جرا ونصبا وقالوا في أولى وقالوا في أولى أولياء أولياء أولى أصوات كانت مضمومة أولياء قالوا أولياء وقالوا في اللاتي اللويتا وفي اللائي اللويا تقول في ذا ذيا وتا تيا وتقول في أولى أولياء أو أولياء وتقول في الذي اللذيا التي اللتيا اللذان اللذيان واللذيين جرا ونصبا والجمع الذين تقول فيه اللذيون أو اللذيون على مذهب الأخفش هذا أنا قولي وصغروا شذوذ الذي التي ولا ما عرف روعي منها تاوتي ملاحظة مهمة جموع القلة تصغر على لفظها تقول في أطفال وطيفات وتقول في أفلس وفيلس جموع الكثرة لو صغرتها ناقضت نفسك التصغير في الأصل تقليل وهي كثرة
الأصول لا تصغر فإذا أردت تصيلها فإن كانت لعقلاء أردتها إلى مفردها واجمعها جاء مذكر سالما. فتقول في فوارس فويلسون فوارس تقول فويلسون قلت فارس وصغرته ثم جمعته بلون. وتقول في جوار كثرة تقول جويريات وفي دراهم دريهمات. والله تعالى صغيره.